أحسن الله إليكم. المرسلة سهى سالم من البكيرية تقول في سؤالها الأول: أرجو التوضيح في حكم عمل المرأة خارج المنزل. الأصل أن عمل المرأة داخل المنزل، وذلك لما يتطلبه المنزل من أعمال لا يقوم بها إلا النساء، من تربية الأولاد وإعطاء إعداد الطعام وتهيئة أثاث المنزل، هذا من عمل النساء، كما أن عمل الرجال يكون خارج المنزل، الكد والكسب والأسفار، طلب الرزق. ولما في عمل المرأة في بيتها من صيانتها وحفظها والحفاظ عليها، لكن إذا احتاجت إلى الخروج لعمل يليق بها فلا بأس بذلك، في بضوابط أن يكون العمل في مجال النساء لا في مجال الرجال، وأن تخرج متحجبة وألا تتطيب عند الخروج، ولا تلبس ثياب الزينة والحلي وغير ذلك من تبرج الذي يفتن الرجال بها. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج هو إظهار المحاسن من المرأة، لأن ذلك يترتب عليه مفاسد عظيمة، ولكن الأصل في عمل المرأة والعمل المفيد والمنتج هو العمل في البيت، وفي البيت من الشغل ما يأخذ وقتها. ونحن نرى أن النساء اللاتي خرجن للعمل خارج البيت اضطررن إلى جلب خديمات أجنبيات يعملن في البيوت، مع ما في ذلك أي جلب الخادمات من الخطر والمحاذير، فكان لا بد من عمل البيت، إما أن تقوم به ربة البيت، وإما أن تستقدم أجنبية تقوم به. ولهذا يقول الشاعر، والشعر فيه حكمة، يقول: أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا مثل الرجال يجلن في الأسواق، في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق. نعم.